كمان حدث ثاني لكن فني والكل متشوق ليبدأ بديسمبر، وهو الموسم الأول من سعودي آيدل واللي بتضم لجنة التحكيم فيه أصيل أبو بكر، أحلام أصالة ومجد المهندس. يعني الناس أعتقد منتظرة تشوف الشخصيات اللي بين طبعا الفنانتين الكبار اللي أوجه لهم تحية أصالة وأحلام. We are very interested to see لأنه such a combination، وبنفس الوقت إحنا شبعانين من مجد المهندس كحضور بالمقابلات أو باللايف، فكمان مشتاقين نشوفه، ومعه كمان أكيد الفنان أصيل أبو بكر سالم، فيعني توليفة خطيرة بصراحة. منتظرين نشوف شو حيعملوا. وكيف لقيت جمال أصالة؟ بتجنن أصالة، صايرة حلوة كتير. والله هي كانت حلوة، هلأ صارت أحلى وبينة أصغر كمان. كل الحكي يا أصالة.